السلام عليكم. اليوم نروحوا للولاية تاع مستغانم لنقف على المشروع تاع مطار صيادة اللي يقع في بالقرب من مدينة مستغانم، وهذا المطار اللي تم يعني الأشغال فيه لكن ما زال مغلق إلى يومنا هذا. والسؤال يبقى مطروح، يعني المطارات مثل هذه لابد من استغلالها أحسن استغلال لتفادي يعني تدهور المنشأة هذه، وكذلك لاستثمار يعني المواد المالية يعني لجلب السواح والزوار والمسافرين إذا في ولاية مستغانم. لابد الحل يكون في دراسات، لابد تكون دراسة الأولية لأي مشروع، يعني لازم تكون دراسة محكمة ولتفادي الوقوع في مثل هذه الحالات نتاع المطار مغلق بدون استعمال منذ أكثر من عامين الآن. إن شاء الله المطار هذا يا إما يكتمل يعني المعايير الدولية، وهذا لا محال، لازم استغلاله. أترككم تتابعون هذا الفيديو وعن يعني ما قيل حول المطار هذا. يا فؤادي رحم الله الهوى، قد كان صرحا من خيالي فهوى. في يوم من الأيام كان لمستغانم حلمة، واستيقظ هذا الحلم وأصبح واقع سنة 2012، وهو مطار صيادة. مطار بدأ بواقع جديد، وكان الحلم يكبر شيئا فشيئا بتعاقب زيارة والأخرى من طرف وزراء قطاع النقل، وما زال إلى غاية اليوم يحلم بأن يشق الهواء ويلامس السماء. بالتالي نطالبوا السيد رئيس الجمهوريه باش يحل لنا هذا المطار ويكون دولي، باش يساهم في جلب السياح وباش ندخلوا العمله صعبه للبلاد. وهذا المطار من 2012 جاو هنا الوزاره وكاع وما كان والو. مشروع لم يفصل في امره بعد، خاصه وقد عرف اعاده توسيعه المدرج الرئيسي لاستقبال الطائرات منذ سنوات، الى جانب تهيئه مساحه الاستقبال وبرج المراقبه حسب معايير معمول بها عالميا. باش نقول لكم استثمروا اموال كبيره وما تموش المشروع، انه الطياره ما تقدرش تهبط، ولو الطياره صغيره ما تقدرش تهبط. دو فاسون زدت تكلمت عنه الوزير مؤخرا، قلت له سوا نتموا المشروع، زيدوا ترصدوا اموال ونتموا المشروع ونتهناو منه، سوا تلقاو له صيغه اللي تسير هذا تاع باسكو الولايه مساهمه فيه تقريبا ب 70 مليار في ذلك الوقت. الاستيقاظ من الحلم مره اخرى بعد هذا النوم العميق بصوت الطائرات التي تتاهب لتعانق مدرج هذا المطار الذي يتشوق لها منذ سنوات، واقع يستوجب على قائد الرحله اتخاذ قرار بالهبوط وربط الاحزمه من طرف المسافرين.